أهلا بكم جديد مشاهدينا الكرام. خلونا نبتدي أولى حواراتنا النهاردة في هذا الصباح حوالين مؤتمر إفريقيا 2017 اللي بيختتم أعماله النهاردة في مدينة شرم الشيخ. كان هذا المؤتمر فرصة للقاء صانعي السياسات وأيضا أصحاب الأعمال وشركات الأعمال وأيضا مسؤولي المؤسسات التمويلية والمستثمرين أيضا للقاء أو لعقد أكثر من لقاء حوالين الفرص الاستثمارية الموجودة في إفريقيا. هنتكلم أكثر عن هذا المؤتمر وأهميته وإيه هي الفرص اللي هتعود على مصر وهتعود أيضا على الدول الإفريقية بعد هذا المؤتمر. بيشرفنا للحديث أكثر أن يكون معنا الدكتور عادل عامر مدير مركز المصريين للدراسات الاقتصاديه. دكتور عادل صباح الخير، اهلا بك. اهلا بحضرتك واهلا بالساده المشاهدين. خلينا دكتور عادل ومشاهدينا الكرام نتابع اولا هذا التقرير ثم نعود لنبدا النقاش. نواصل معا بذل اقصى الجهود. تتواصل فعاليات مؤتمر افريقيا السنوي 2017 بمدينه شرم الشيخ الذي يختتم اعماله اليوم السبت. وفي كلمته أثناء افتتاح المؤتمر أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة تكاتف الدول الإفريقية وتعاونها لتعزيز التعاون الاقتصادي بينها. في غضون ذلك أكد الرئيس أن التعاون بين القطاع الخاص وبين الحكومات يعد أمرا في غاية الأهمية، مشيرا إلى أن دور القطاع الخاص يقوم بأكثر من 80 إلى 90% من الاستثمارات، وهو السبب الأساسي لعقد منتدى إفريقيا 2017. وخلال افتتاح المؤتمر ألقى رؤساء غينيا ألفا كوندي ورواندا بول كاجامي والحسن وتارا رئيس كوتيفوار ألقوا كلمات أشادوا خلالها بالدعم المصري لدول القارة السمراء سواء على صعيد تقديم المساعدات أو الخبرات الفنية في مشروعات مختلفة، فضلا عن دعم القاهرة لدول القارة في المحافل الدولية. وتضمن جدول أعمال المؤتمر جلسات مناقشة حول توقعات المستثمرين لعام 2018 وخلق فرص العمل والاستثمار في إفريقيا والشراكة العابرة للحدود والاستثمار. الحديث أكثر مع الدكتور عادل عامر مدير مركز المصريين للدراسات الاقتصادية. أهلا بك مرة تانية دكتور عادل. يعني هناك العديد من المحاور اللي كانت في مؤتمر إفريقيا 2017، أبرز هذه المحاور اللي لفتت انتباه حضرتك وأهميتها بالنسبة إلى الاستثمار في مصر وفي الدول الإفريقية؟ تعتبر أي المؤتمر الاقتصادي المنعقد حاليا يهتم بثلاث أمور هامة جدا. الأمر الأولاني وهي المعوقات التشريعية التي تعوق البيئة الاستثمارية في أفريقيا. ثانيا، هل يوجد معوقات سياسية أو معوقات اقتصادية أو معوقات تشريعية؟ ويجب العمل على إزالة هذه المعوقات من خلال تقديم الخبرة المصرية لهذه الدول في ظل وجود رؤساء بعض الدول والحكومات ورواد الأعمال. كله بيعرض وجهة نظره كيف يتم إزالة الصعوبات لاستكمال عملية التكامل الاقتصادي مع التكتلات المختلفة لأفريقيا في ظل وجود 26 دولة عدد المستهلكين فيها يتجاوز 1.2 مليار مستهلك. فطبعا البيئة الاستهلاكية دي تشجع على وجود بيئة إنتاجية تؤدي إلى توزيع هذه المنتجات بأسعار تكلفة أقل، وبالتالي كانوا يوجد معوقين أساسيين تم عرضهم في هذا المؤتمر. المعوق الأولاني هي المواصلات، شبكة المواصلات الجوية والبحرية أو البرية يجب أن يتم العمل على إزالتها، لأن نقل البضائع من وإلى أفريقيا كانت تكلف تكلفة عليها مما يؤدي إلى إنتاج منتج عالي التكلفة أعلى من المستورد من شرق آسيا تحديدا. فبالتالي في ظل هذه المحاور الثلاثة يجب أن يتم صدور
بيئة تشريعية كما فعلت مصر عندما أقامت مؤتمر 2015 و2016، نتج عنه وجود رؤية كيف يتم إصدار قانون الاستثمار بما يتفق مع الرؤية. هذه المؤتمرات التي أبدت وجود المعوقات التشريعية التي تعوق الاستثمار في مصر، فصدر القانون بناء على هذه الرؤية وهذه الحوارات الجانبية أو الحوارات التي أقيمت في هذه المؤتمرات، فكان نتاج هذا المؤتمر قانون الاستثمار المصري الذي شجع المستثمرين والمؤسسات الدولية بأن أصبح في مصر بيئة استثمارية أمينة، لا يخاف على الاستثمار في مصر من بعد أن صدر التشريع وصدرت البنية التحتية والبنية الأساسية التي تساعد على سرعة وتداول المنتجات في المحافظات المختلفة في مصر والمناطق الاقتصادية لمصر والتصدير والاستيراد وتأمين رأس المال المستثمر في الخروج من مصر في بيئة آمنة طبقا لهذا التشريع. فبالتالي هذا المؤتمر كان يجب أن يتم التذكير بأن اتفاقية التجارة الحرة التي تم توقيعها في 2015 في مؤتمر شرم الشيخ لم يتم التوقيع إلا من 12 دولة، يوجد 14 دولة يجب أن يتم الإصرار في التصديق على هذه الاتفاقية حتى يتم تفعيلها فيما بعد. تمام. طيب المعوقات اللي حضرتك ذكرتها دي معوقات معروفة اللي هي مثلا النقل والبنية التحتية في بعض الدول الأفريقية، دي معوقات معروفة ومطروحة في كل الحوارات سواء التلفزيونية أو حتى في اللقاءات والمؤتمرات، يعني مش حاجة جديدة أو غريبة على كل صانع السياسات والقرارات. حضرتك شايف المفروض إيه اللي يتخذ من قبل صانع السياسات ومتخذ القرار في الدول الأفريقية؟ أولا مسألة الجمارك، يجب أن يتم تعديل التشريع بأن يتم تخفيض النسب المقررة حاليا للجمارك، لأن النسب العالية في الجمارك بتؤدي إلى ارتفاع نسبة ارتفاع المنتج. طب بين الدول اللي هي مثلا في الكوميسا والساتكو كده، هل يعني معدلات أو نسب الجمارك اللي فيها تعتبر عالية؟ عالية جدا، ودي تم إثارتها في هذا المؤتمر بالذات 2017 بأن نسب الجمارك عالية، يجب أن يتم تخفيض نسب الجمارك. فتم التطرق إلى أن الاتفاقية الجات التي تم التوقيع عليها في 2015 لم يتم التوقيع عليها من 14 دولة أخرى، فور التوقيع والتصديق على هذه الاتفاقية سوف يتم صدور التشريعات الملزمة بتخفيض الجمارك في عملية المعاملة بالمثل كما فعلت مصر. مصر عندما أصدرت قانون الاستثمار نصت على تخفيضات جمركية في بعض الاستثمارات الصناعية والاستثمارات الزراعية التي يتم إقامتها على أرض مصر، فبالتالي مصر كانت البادئة في عملية تخفيض الجمارك في قانون الاستثمار، فيجب أن تكون 26 دولة أو 25 دولة غير مصر أن تبادر كما فعلت مصر بتخفيض نسب الجمارك، لأن ارتفاع المنتج يؤدي إلى تقليل نسبة القبول على هذا المنتج، وبالتالي المشاريع بتكون محدودة الإنتاج. تمام. طيب إيه حضرتك اللي شايفه في الاختلاف بين مؤتمر أفريقيا 2016 و 2017؟ 2017 كان مكتمل الأركان بمعنى رؤساء الدول ورؤساء الحكومات ورواد الأعمال والمؤسسات الدولية، هؤلاء هم المعادلة الكاملة التي تمثل البيئة الاقتصادية والسياسية والتشريعية والتمويلية. فطبعا المؤسسات الدولية قد وجدت بأن مصر قد بدأت في الإصلاحات الاقتصادية على الطريق السليم وقد قامت بالبنية التحتية المؤهلة للاستثمار، ثم صدر القانون الذي وفر الأمان الاقتصادي الاستثمار، ثم معدلات النمو ابتدت في الارتفاع، ثم مصر بدأت ووصلت إلى استثمارات من 2014 لغاية 2017 الآن إلى 8 مليار استثمارات مقامة في أفريقيا من خلال 62 مشروع. هؤلاء ال 62 مشروع كان قبل 2001 لا يوجد إلا 8 مشاريع فقط، فبالتالي هذا ينسب إلى القيادة السياسية والقيادة التنفيذية والمؤتمرات التي أدت إلى وجود استثمارات مصرية مباشرة في أفريقيا وصلت إلى 62 مشروع. الاستثمارات المصرية في أفريقيا غالبها أو كلها استثمارات من القطاع الخاص ولا في برضو استثمارات حكومية؟ لا، في استثمارات من القطاع العام تتمثله شركة المقاولين العرب في بعض قطاع التشييد والبناء، ويوجد برضو بعض الاستثمارات في مجال الانتاج الحربي.
فهذه الاستثمارات اللي هي من قبل القطاع العام، اما من قبل القطاع الخاص فخفت الاستثمارات الاخرى التجاريه والصناعيه والزراعيه. طيب حضرتك شايف 8 مليار ده رقم كويس ولا متواضع بالنسبه لحجم الفرص المتاحه في الدول الافريقيه؟ لا متواضع، لكن بيدل على التقدم بدايه، على البدايه، لان من المتوقع ان يتصل الحجم الاستثمارات تتجاوز 43 مليار. فطبعا البدايه دي البدايه، لان مصر كانت قبل 2001 كان حجم الاستثمار صفر، فبالتالي عندما تعود مرة أخرى إلى أفريقيا وقلب أفريقيا بهذا الحجم بيتعتبر ماشي على الطريق الصحيح والطريق السليم. تمام. طيب إحنا لو بصينا بقى لحجم التجارة بين مصر والدول الأفريقية، هنجد مثلا في 2016 بلغت حوالي 5 مليار و400 مليون دولار، منها 2.9 مليار دولار صادرات مصر إلى أفريقيا و2.5 مليار دولار واردات مصر من أفريقيا. هل حضرتك شايف الرقم ده رقم كويس مع كل الدول الإفريقية ولا برضو لسه رقم متواضع رغم ان هو يعتبر اكبر من سنوات قبل كده؟ هو متواضع من خلال الدراسات الجدوى وحجم مصر في الاستثمارات، لان يجب ان يتم لا يقل طبعا طبقا للدراسات لا يقل حجم الصادرات المصرية لافريقيا عن 1.2 تريليون دولار. 1.2 لما؟ لأن حجم الاستثمارات المصرية المقدرة في حتى 2022 في دراسات التي قدمت والشركات التي شاركت بأنها قادرة على إقامة حجم تجاري بالتبادل التجاري بين مصر وأفريقيا، بأن تكون الصادرات المصرية الناتجة من المشروعات الاستثمارية المختلفة تصل إلى 1.2 تريليون دولار. فبالتالي هذا الحجم متوقع لغاية سنة 22. لما نبدأ ب5.4 حجم التجاري سواء الصادرات أو الواردات في بداية هذه المؤتمرات، فيعتبر بداية متواضعة لكن بداية جيدة تدل على أننا نسير في خطى سليمة. بس دي يعني الحجم ده يعتبر أفضل من سنوات قبل كده، يعني في تحسن، ولكن من 94 بدأت مصر يعني تخرج من أفريقيا واستثمارات مصر في أفريقيا تقل من 94 حتى وصلت إلى صفر في بعض الأحيان، ولكن عندما تعود مصر بهذا الحجم مرة أخرى فهذا يدل على حسن السياسات الاقتصادية والسياسية التي تدل على أن أفريقيا هي قلب مصر في عمليات التصدير والاستيراد والإنتاج. تمام. طيب بالنسبة لي بقى حجم الاستثمارات اللي مصر بتطمح ليها من الدول الإفريقية، هل في فعلا فرص استثمارية في مصر لرجال الأعمال أو للدول الإفريقية؟ نعم، هو بخاصة دول غرب أفريقيا من خلال بعض الصناعات التكاملية التي تعتمد مصر على استيرادها من دول شرق آسيا في إدخال بعض الصناعات الكيماوية وبعض الصناعات المعدنية وبعض صناعات الطاقة التي تعتمد على بعض المواد الأولية أو الخامات الأولية الموجودة في دول غرب أفريقيا. هذه الدول غرب أفريقيا إذا تم عمل النظام الذي تهدف إليه هذا المؤتمر، مؤتمر شرم الشيخ 2017، هو التكامل الاقتصادي بمعنى البديل للاتفاقيات الجادة الدولية التي كانت تصب في مصلحة بعض الدول على حساب دول أخرى. فاتفاقيات الجادة الأفريقية تصب في مصلحة الدول الأفريقية دون أن يتدخل القرار السياسي في تحديد المصلحة. طيب المدير الإقليمي لوكالة الاستثمار التابعة للكوميسا قالت إن لا تزال إفريقيا هي ولا سيما منطقة الكوميسا هي بتقدم أفضل عوائد الاستثمار في العالم، هل حضرتك متفق مع هذا الرأي؟ نعم، لأن طبعا بص الكوميسا دلوقتي بتمثل ثلث حجم التجارة العالمية، فمنطقة الكوميسا هي المستقبل الاقتصادي والإقليمي التي نسعى إلى أن تصبو كل الدول وتدخل كل الدول تحت مظلة هذه الكوميسا لوجود التكتل اقتصادي إقليمي أفريقي في مواجهة التكتلات العالمية. تمام. طب هل الدول الأفريقية، ما بتكلمش على مصر، على الدول الأفريقية الأخرى سواء في الكوميسا أو خارج الكوميسا، هل هي بتقدم حوافز وإجراءات سهلة وبسيطة للمستثمر حتى يكون يعني مغرى بأنه يأتي للاستثمار في هذه الدول؟
نعم، على سبيل المثال جنوب افريقيا وبعض الدول وتنزانيا وبعض الدول الاخرى وكينيا، هذه الدول بتقدم بقى الاستثمارات بان كما فعلت مصر في قانون الاستثمار بان الارض التي يتم اقامه عليها المشروع بحق انتفاع لمده 25 سنه لاقامه هذه المشاريع، لان قيمه الارض كانت بتعوق اقامه هذه الاستثمارات. فبالتالي احنا رفعنا راس المال قيمه كبيره في شراء الاراضي، ثم في اعفاءات لمدة 10 سنوات ثم 20 سنة على حسب نوعية الاستثمار والمناطق الاقتصادية التي يتم إنشاء فيها الاستثمار. دي موجودة في أفريقيا وإحنا نفذناها في قانون الاستثمار المصري. طيب الموارد البشرية خصوصا من الشباب تمثل يعني طاقة أو عدد كبير أو نسبة يعني لا يستهان بها في أفريقيا، وربما تكون أيضا تحدي لصانعي القرار والسياسات والمسؤولين في الدول الأفريقية إن لم يتم توفير فرص عمل لهذه الطاقة البشرية الهائلة من الشباب. حضرتك شايف هل بالحديث عن حجم الاستثمارات أو نسب الاستثمارات في الدول الإفريقية دي كافية لاستيعاب النسبة الأكبر من الشباب في سوق العمل في الدول الإفريقية؟ نعم، هو ده كان الهدف من مؤتمر الكوميسا الأخير، وهي اللي هي التدريب المعرفي أو الإنتاج المعرفي اللي هو مستقبل الصناعة في العالم، بأن يتم تدريب هؤلاء الطاقة البشرية العاطلة المتعلمة العاطلة التي لا تجد فرص من خلال الأساليب العلمية الحديثة، لأن الإنتاج المعرفي بيؤدي إلى تقليل نسب الاستثمارات المالية في هذه الإنتاجات المنتجات، وبتعتمد على النسبة القليلة في مكونات الإنتاج. فبالتالي دي كانت أحد أسباب انتشار الصناعات في شرق آسيا، لأنها قامت على الإنتاج المعرفي. طيب طريق القاهرة كيب تاون اللي طرح فكرته الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا المؤتمر وطرحت من قبل كده، حضرتك شايف إمكانية تنفيذها والمدة الزمنية اللي ممكن تستغرقها قد إيه؟ وهل هناك يعني مثلا الدول الإفريقية مشجعة لتطبيق هذه الفكرة وتنفيذها على أرض الواقع؟ هذه الفكرة إذا تم تطبيقها ستكون نقلة كبيرة جدا في نقل الواردات والصادرات من وإلى أفريقيا جميعا، وليست مصر فقط، لأن هذا الطريق سوف يؤدي إلى سرعة نقل البضائع سواء الواردات أو الصادرات. فبالتالي الفكرة جيدة، ولكن يوجد بعض الدول محتاجة لتعديلات تشريعية وموافقة البرلمانات الخاصة بها حتى يتم إنشاء هذا الطريق بموافقات شعبية وتشريعية من خلال هذه الدول. طيب المستثمرين اللي هيستثمروا في هذا المشروع وهذا الطريق، يعني مدى أيضا إمكانية التشجيع أو إقبالهم على تطبيق هذه الفكرة والتنفيذ؟ نعم، هو كان الأول عندما عرضوا في 2015-2016 بأن مسألة التمويل هي العائق الوحيد في إنشاء هذا الطريق، لأنه بيتطلب استثمارات تتجاوز التريليون دولار لطول هذا الطريق وحجم الإنشاءات التي تبنى عليه لخدمة هذا الطريق. فالمؤسسات الدولية بعد أن درست البيئة الاقتصادية لهذه الدول شجعت هذه الدول على إقامة هذا الطريق، وسوف تقوم بتمويل هذا الطريق. مؤسسة دولية زي مين؟ يعني زي البنك الدولي؟ البنك الدولي للتمويل والإنشاء عن دول البريكس؟ نعم، لا، هي المؤسسات الذي بادر في الأول المؤسسات الدولية الإقليمية للإفريقية، البنك الإفريقي والبنك الدولي، ودخلت بعض الدول الفرنكوفية من خلال نادي باريس ضمن هذه الدول في عمليات التمويل، تمويل تنفيذ ونفاذ هذا المشروع، وتقديم حتى كمان الدراسات العلمية المتخصصة في الأمان الطريق وإنشاء هذا الطريق. تمام، امتى بقى نقول او نقدر نقول ان مؤتمر افريقيا 2017 المنعقد حاليا في شرم الشيخ استطاع ان هو يحقق الاهداف المرجوة منه وينفذ ما قيل من ورش عمل ومحاور للنقاش على ارض الواقع؟ امتى نستطيع ان نقول ان هذا المؤتمر فعلا نجح واستطاع ان يحقق العائد منه؟ اولا عندما يتم التصديق على اتفاقية الجهات الافريقية من 26 دولة. اثنين، عندما يتم إقامة هذا الطريق البري، لأنه على فكرة دي مطلب من الستينيات،
والظروف السياسية والحرب في هذه المنطقة حال دون أن يتم تنفيذ هذا الطريق. إذا تم هذا الطريق فيعتبر من أهم ثمرات نجاح هذه المؤتمرات على الإطلاق، لأنه حل مشكلة كبيرة في عمليات النقل البري بين الدول وبعضها. ثانيا، عندما يتم إقامة خط جوي مباشر بين مصر وأفريقيا مباشرة، لأن دي برضو من أحد المطالب التي طلب في هذا المؤتمر، عدم وجود خطوط جوية مباشرة لهذه الدول سوف يحل مشاكل كثيرة جدا في عملية النقل الجوي. احنا عارفين ان في بعض يعني مثلا رحلات الطيران علشان تطلع بتروح الأول أوروبا وبعد كده تروح على دولة أفريقية. مظبوط، مفيش خطوط مباشرة. فعندما يتم إنشاء خطوط مباشرة من مصر أو من أي دولة أفريقية من وإلى مصر، سوف تعتبر إنجاز حقيقي في حل مشكلة النقل الجوي، احنا البري والجوي والبحري. على ذكر برضو الجوي، يعني في احنا بنشوف مثلا خطوط طيران مفتوحة يمكن 3 رحلات في الأسبوع بين دول بعض الدول الإفريقية ودول في آسيا أوروبا، يعني مثلا على سبيل المثال من مدينة جوانزو الصينية في لإثيوبيا في 3 رحلات أسبوعين أو أكتر، يمكن زادت دلوقتي. ويعني احنا عارفين جوانزو منطقة صناعية ومنطقة مهمة بالنسبة للصين صناعيا، ومرتبطة بارتباط مباشر مع إثيوبيا ومع دول إفريقية أخرى. هل ده ممكن يكون موجود بين مصر وبين دول إفريقية، ولا ده هيكون صعب، خصوصا احنا عارفين بعض خطوط الطيران سواء الشركة الوطنية للطيران أو غيرها بتشتغل على بعض الخطوط وهي بتخسر؟ طبعا هي تتطلب اولا اقامه هذه المشروعات وانتاجها حتى يتم اقامه الخطوط الجويه التي تؤتي ثمارها على الشركات التي تنشا هذه الخطوط. طبعا، ودي من ضمن المعوقات اللي عرضت في هذا المؤتمر، وتم تقديم عده حلول على اساس ان يتم شراكه بين 3 أو 4 دول في اقامه خط جوي مع الدول الجوار، يعني 3 دول في جوار في غرب او شرق او جنوب او شمال او وسط، يتم اقامه خطوط مباشره بينهما كمرحله اولى حتى يتم اقامه خطوط في افريقيا باكملها. تمام. اخيرا كلمه اخيره دكتور عادل عامر، مدير مركز المصريين للدراسات الاقتصاديه، الى الشعب المصري اللي بيتكلم عن يعني استمرار عقد هذه المؤتمرات وايه اللي بيعود على الاقتصاد المصري منه. يجب ان نعرف ان هذه المؤتمرات هي احد الرؤى السياسيه، حتى تقف الرؤيه السياسيه على المشكلات على الطبيعه لتقديم الحلول الفوريه، سواء الحلول التنفيذيه او الحلول السياسيه، واذا تتطلبت تعديلات بعض التشريعات التي تعوق اقامه مثل هذه المشروعات الاقتصاديه يتم تعديلها كما حصل في قانون الصناعه. تمام. دكتور عادل عامر، مدير مركز المصريين للدراسات الاقتصاديه، شكرا على تشريفك وفرصة سعيدة. شكرا فندم. شكرا فندم. كده مشاهدينا الكرام نكون وصلنا إلى ختام الجزء الأول أو أول حوارنا في هذا الصباح، ولكن حواراتنا في هذا الصباح لسه مستمرة لحد الساعة 10 الصبح. دلوقتي حنتوقف بعد الفاصل مع موجز لأهم وآخر الأنباء مع الزميل محمد عاطف.